كما وقف شعب البحرين بثورته الأبية في دوار اللؤلؤة، يقف الثوار المغتربين مطالبين بما ليس ما دون إسقاط النظام. أمام السفارة البحرينية اليوم 16 من مارس في برلين العاصمة الألمانية، في ختام فعاليات ذكرى دخول درع الجزيرة إلى البحرين في شهر مارس عام 2011، ينادون بهتافات ليسمعها العالم بأننا الشعب نرفض السلطة الحاكمة لآل خليفة حتى انقطاع النفس، وبشتى اللغات العربية والإنجليزية والألمانية، نساء ورجالا وحتى أطفالا يعتلون أعناق آبائهم، ينادون لأجل أطفال خنقت أصواتهم في الوطن بغازات سامة وجراحات قاتلة. أنا طفلة وما أريد أن أحد يقتل طفل في البحرين. أطفأت نور حياتهم سلطة غاشمة مجرمة تستند بظهرها على جبال الجماجم والدماء، ولكن لا يبالي الثوار في داخل الوطن أم خارجه إن وقع الموت عليهم أم وقعوا عليها. في مثل هذا اليوم تم الهجوم على دوار اللؤلؤة من قبل الجيش السعودي والخليفي والإماراتي. جئنا هنا اليوم أمام السفارة الخليفية نجدد العهد مع الشهداء، مع الرموز، مع الرموز القادة القابعون في السجون، إننا هنا وباقون حتى يسقط النظام، مستمرون في النضال حتى نيل المطالب وحق تقرير المصير.